الفكرة جاتني كنت في جمعيات، مشيت لجمعيات حلقة وصل، قدم واحد الفيلم درت له الإنتاج وتلاقيت مع واحد الشباب فيه الضوء، وخا كان عنده مشاكل وخا خارج من الحبس، وبان لي عند كاين عند الشباب المغربي اللي كان ساوه عنده شي حاجة ما يقول، وبقيت كنرجع كيعيطوا ليا كنهضر معاهم، وبانوا لي حتى الشباب ديال حي محمدي اللي ما فايتش دوز السجن حتى هو باغي يجي يهضر يقلبوا على الثقافه. وهذيك الجمعيه حلت واحد البروغرام ديال لوديو فيزوال، ومن هذيك الوقيته انا قلت في راسي خصني نحكي هذه القصه، ان اي واحد عنده الحق يحلم منين ما جا. صراحه دازت مزيان حيت راه كلشي بحال في الاخر، راه بان لي الدكتور اللي خارج اللي كاين في السجن كلي ما عمره ما مشى للسجن، ما داز مزيان. ولاد الناس كل واحد عاد كاين ظروف، كاين واحد الوقيته الواحد كيدير غلط في حياته كيخلصها. كراجة واحد الانسان اللي وسخات وراقيها وسخات هي كامله. انا بيتها مشدوده حيت انا بيتها درت واحد الغلط ومشيت للسجن ودرت تما ديبلوم، وكيقولوا لنا ديما جيو للجمعيه. هي هذيك مشيت للجمعيه، وقبل ما نمشي للجمعيه كانت عندي واحد بنيه صغيره وليت كنشوفها الانتحار، والله كنت نمشي ننتحر وصافي. هي هذيك هما عاودوا بحال قلتي عاونوني ماديا ومعنويا، حق الله العظيم، وكنشكرهم من هذا المنبر. عرفتي ملي دازو دوك الاجواء ديال التصوير بقيت في الدار خامطه، حيت ولفت هذوك الاجواء ولفت الناس تما، وزويني كيموتيفيوك زعما كيديروك القدام، ما يحقروش زعما دريه مشدوده ولا راجل مشدود، حيت اي واحد شي واحد معصوم من الغلط، كلشي كيغلط. كانت انا البارتيسيباسيون ديالي في هذا الدوكيومونتير سكات حركه، انا كنت بارمي الجروب اللي كانوا في هذا الدوكيومونتير، كنت ماشي كانوا معنا لي زيكس دو تونو، الناس اللي كانوا ديجا سجناء وخرجوا، حنا كنا معاهم في اعاده الادماج ديالهم، دونك كنحاولوا نخليو لي زيكس دو تونو ما يحسوش بواحد الفرق، ما يحسوش بواحد النقص انهم خارجين على المجتمع ولا انهم خايبين ولا كيف كنشوفهم كيف كنعيشوا حنا في الاحياء ديالنا، ان واحد خارج من السجن راه كتبقى عنده واحد الصوره خايبه ولا واحد الصوره انه حباس كيف كنقولوا. حنا كنا كنديروا اعاده الادماج ديالهم، كانوا كيعيشوا كم صحابنا بحال العائله، بحال كنا مجموعين مع بعضياتنا، كنا كنخدموا تو سكي كونسيرن لار، يعني كنا كنديروا التمثيل المسرح لا دونس، عاوتاني كنا كنديروا البودكاست، عاوتاني كنا كيفاش التصوير المونتاج ديال الفيديو، كنا كنديروا كاع هاد الاعمال، وتجربتي في الدوكيومونتير كانت زوينه.